إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير. فالمؤمن سرعان ما يدكر وسرعان ما تتراءى له الحقيقة عندما تعرض له الشبه بما يبصره الله تعالى به من النور الذي يلقيه في نفسه. وأيد القرطبي هذا الذي قاله ابن عطية واستشهد لذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي مقدمة هؤلاء العباد صفته سبحانه من خلقه وهم رسله المصطفون الأخيار، وكذلك استثناء الشيطان عندما قال: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال إن الركون إلى الشك في مثل هذه الأشياء يعد كفرا عندما يصدر ممن صدر منه، فكيف يليق بمقام النبوة؟ فلا يليق أبدا بإبراهيم عليه السلام، وهذا الذي عرج عليه المفسرون جميعا حسب ما اطلعنا عليه، فإنهم جميعا نفوا عن إبراهيم عليه السلام أن يكون متلبسا بشك عندما سأل هذه المسألة. ومن المعلوم أن الإنسان قد يؤمن بحقيقة ما ولكن يعجز عن تصور كيفيتها، سواء كان ذلك في الأمور الغيبية أو في الأمور المشاهدة في عصره الذي يعيش فيه. فنحن الآن نؤمن بكثير من قضايا العصر التي نعايشها، ولكن نعجز بجانب ذلك عن تصورها، أو يعجز أكثرنا عن تصورها. فمن منا الآن لا يصدق بأن الأقمار الصناعية تنقل المشاهد وتنقل الأخبار من شرق الأرض إلى غربها ومن غربها إلى شرقها، ولكن ليس كل منا قادرا على تصور كيفية هذا النقل وكيف يتم، فإننا نعجز عن ذلك. كذلك ما يتم من نقل الرسائل عبر الآلات المخصصة لذلك من شتى بقاع الأرض، لا ريب أننا جميعا نوقن بذلك، لأن ذلك أمر عايشناه وشاهدناه، ولكن مع ذلك نعجز عن تصور كيفية هذا النقل. ما الذي يستخدم وكيف يكون الاستخدام؟ طبعا الكل يعرف أنه يستخدم في ذلك موج الأثير، ولكن كيف تسخير هذا الموج، موج الأثير؟ وإلا لكان كل منا قادرا على إحداث مثل هذه الآلات لو كان قادرا على تصور ذلك. كذلك هذه المكالمات الهاتفية تنتقل من مكان إلى مكان بعيد، تارة تكون سلكية وتارة تكون لا سلكية، وذلك هو الغالب، وذلك إنما يتم عبر هذا الأثير. فكيف سخر الأثير هذا التسخير؟ ذلك أمر يعجز أكثرنا عن تصوره، وإن تصوره فإنما يتصوره الدارسون المتخصصون في هذا المجال. فهذا مما يؤكد أن إبراهيم عليه السلام ما كان شاكا أبدا في أمر البعث وإحياء الأجساد بعد موتها وجمعها بعد تفرقها، وإنما
أراد أن يريه الله سبحانه وتعالى ذلك رأي العين. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليس الخبر كالمعاينة، فالمعاينة تأثير عميق في النفس. وهذا أمر حصل لموسى عليه السلام عندما أخبر من قبل الله تعالى بما فعل قومه من اتخاذهم الأجل، لا ريب أنه تأثر، ولكن عندما شاهد الذي شاهده برأي عينه ازداد تأثر حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فإن للمعاينة تأثيرا بالغا. وإبراهيم عليه السلام هو كسائر البشر الذين يحبون الاطلاع على دقائق الأشياء الخفية، فكل منا الآن يتمنى لو كان يدرك كيف يتم توصيل هذه المشاهد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب عبر الأثير بواسطة الأقمار الصناعية، وكل منا يتمنى أن لو كان يدرك كيف يتم نقل هذه الأصوات من خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية أيضا، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، اللهم إلا من درس وتخصص في هذا المجال. ولكن التشوف والاستطلاع طبيعة بشرية جبل الناس عليها، فلا يستغرب أن يكون إبراهيم عليه السلام مع استشعاره عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى كما يريد، فيجمع أجزاءهم المتفرقة وتسري الحياة في الأجسام بعد التئامها واجتماعها كما كانت من قبل. لا ريب أن إبراهيم عليه السلام دعاه ذلك إلى حب الإطلاع، فقال الذي قال وهو يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال إيمانه بهذه القضية الثابتة. ولا يختلف الأمر بين الدافعين، الدافع الذي دفع إبراهيم عليه السلام إلى هذا السؤال، والدافع الذي دفع الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فكل منهما كانت طويته سليمة، وكان إيمانه إيمانا قويا كما سبق بيان ذلك. ولكن ذكر المفسرون أنه كان فارق بين تعبير وتعبير، فإبراهيم عليه السلام كان تعبيره أكثر أدبا، فهو بدأ قبل كل شيء بقوله ربي، نادى الله سبحانه وتعالى بوصف الربوبية، وفي ذلك تعظيم لله عز وجل وتنزيه له واعتراف بفضله، فإن الربوبية تقتضي الإحسان إلى المربوب. فلذلك كانت النتيجة مختلفة، فقد أري إبراهيم عليه السلام آية الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى في غيره في الطير، وأري ذلك الذي مر على قرية آية الله تعالى في نفسه إذ أماته الله 100 عام ثم بعثه، شاهد آية الله سبحانه وتعالى في نفسه، وشاهد إبراهيم نفس هذه الآية في غيره. ومن المعلوم أن هذا التعبير وهو قوله كيف تحيي الموتى إنما هو سؤال عن الحالة، وليس هو سؤالا عن الوقوع أو العدم.
بل يفيد قوله كيف تحيي الموتى أنه كان مؤمناً بإحياء الموتى، ولكن سأل عن الكيفية التي يتم بها هذا الإحياء، كما لو كان أحدنا سمع خبراً فأيقن من وقوع ذلك الخبر وصدق به، ثم سأل بعد ذلك كيف وقع هذا الأمر، أي ما هي الملابسات التي تم بها. فهذا السؤال إنما هو سؤال عن الحال وليس سؤالا عن الأمر. وقد قالوا بأن إبراهيم عليه السلام أراد بهذا أن يتدرج ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فهو أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين الذي ثبت في نفسه من خلال الوحي إلى عين اليقين، وهي مرتبة يتوصل إليها بالمعاينة والمشاهدة، فوقع ذلك. والزمخشري ذكر أنه أراد أن يتدرج من العلم الذي يتم بالاستدلال والذي قد يكون في مرتبة الظن إلى العلم الذي يتم بالمعاينة وهو اليقين الذي لا يشبه أي لبس. وقد أنكر عليه ذلك من قبل جماعة من المفسرين، فإن العلم الاستدلالي ليس كله محتملاً لطرو اللبس فيه أو الشك، فقد يكون من الأمور التي لا تقبل الشك بحال من الأحوال، فالإنسان يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى من آياته في الأنفس وفي الآفاق، ووجوده سبحانه أمر يقيني لا يحتمل الشك بحال من الأحوال. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، سأله الله سبحانه وتعالى هذا السؤال أولم تؤمن، وهو سؤال تقريري، فالاستفهام هنا استفهام تقريري. مثله مثل قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك، وقوله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخره. فالسؤال تقريري، ومثله أيضا قول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح. فالقضية يتبين من خلالها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقرر إبراهيم على الإيمان، وهو عز وجل يعلم إيمانه، قال أولم تؤمن. والهمزة هنا هي في الأصل كما قلنا همزة استفهام، ولكن أفادت التقرير، وقد دخلت عليها على الاستفهام أو على الجملة الاستفهامية التقريرية الواو العاطفة. ومن شأن الهمزة لأصالتها في الاستفهام أن تكون لها الصدارة، فعندما يدخل عليها أي حرف من حروف العطف يأتي الحرف العاطف بعد الهمزة لا قبلها. الجملة الاستفهامية عندما تكون مصدرة بالهمزة وتكون معطوفة يأتي الحرف العاطف بعد الهمزة لا قبلها، أثم إذا ما وقع آمنتم به، وكذلك أفتخذتم، وهكذا. فالهمزة تكون دائما متصدرة لأجل أصالتها في الاستفهام. وذهب الزمخشري وجماعة كبيرة من المفسرين والنحويين إلى أنه لا بد من
تقدير محذوف وهو مدخول لهذه الهمزة، والعطف إنما يكون على ذلك المحذوف. فهنا مثلا يقدر أسألت ولم تؤمن، يقدر المحذوف كذلك بناء على رأي هذه المجموعة. وأنكر ابن هشام في المغني هذا الرأي، وقال بأن هنالك شواهد عدة لا يتأتى فيها مثل هذا التقدير، فلا يصار إلى التقدير، ولكن الهمزة بسبب ما ذكرناه من أصالتها في الاستفهام كانت مقدمة على الحرف العاطف حتى لا يكون التصدر لغيرها. وأكثر العلماء على أن هذه الواو واو عاطفة كما ذكرنا. وذهب ابن عطية إلى أنها واو الحال، وتعقب ذلك أبو حيان بأن الحال لا تناسب هذا المقام ذلك، لأن الاستفهام إن كانت الواو واو الحال يجب أن يكون على داخلا على عامل الحال نفسها. فيقال مثلا أسألت ولم تؤمن، أي أسألت في حال كونك لم تؤمن، عندما يقدر كذلك يكون الاستفهام داخلا على العامل عامل الحال نفسها. وذهب ابن عاشور إلى أن عامل الحال مقدر من جنس المسؤول عنه الذي أو المطلوب الذي تقدم به إبراهيم عليه السلام بين يدي ربه، وهو الإراءة، إراءته كيف يحيي الموتى، فيقدر أريك ولم تؤمن. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أخبر إبراهيم عليه السلام أنه واثق الإيمان مكين اليقين، ولكن أراد طمأنينة القلب، وليست هذه الطمأنينة التي طلبها، طمأنينة في أصل المعتقد وهو معتقد البعث. فإن كلمة الطمأنينة هي من حيث دلالتها تدل على السكون وعدم الاضطراب، وأصلها في المحسوسات المشاهدة، فيقال اطمأن راكعا إن اعتدل، ولم يكن في ركوعه شيء من الاضطراب، واطمأن واقفا إن قام، ولم يكن في قيامه شيء من الاضطراب، واطمأن قاعدا إذا قعد أيضا، ولم يكن في ذلك شيء من الاضطراب، وهكذا. ولكن نقل ذلك إلى حركة النفس بطريق المجاز، وأصبح هذا المجاز لشهرته مثل الحقيقة. ولذلك عندما يقول أحد اطمأن باله أصبح ذلك أمرا معروفا عند الجميع. وليست الطمأنينة كما ذكر في أصل المعتقد، فإن المعتقد راسخ، ولكن الطمأنينة المطلوبة هنا إنما في الكيفية، لأن النفس تتطلع دائما إلى الاطلاع على الكيفية المجهولة للشيء المعلوم. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يطلب هنا ما يسكن هذه النفس، بحيث يرى رأي العين ما كان يريد الاطلاع عليه، وعندئذ لا تبقى النفس سارحة في خيالها لأنواع من الكيفيات المتعلقة بذلك، بل أراد أن تكون الكيفية واضحة، وعندئذ تسكن النفس مع هذه الكيفية التي تتمثل لها، ولا تبقى
تجول في خيالها في تقدير أنواع من الكيفيات التي تحسبها متعلقة بهذا الأمر. فلذلك قال: بلى، أي إنني مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. إنما سأل ما سأل من أجل أن يطمئن قلبه. وفسر جماعة اطمئنان القلب باليقين، وذهب آخرون إلى أن المراد باطمئنان القلب زيادة اليقين، وقال جماعة زيادة الإيمان، وتعقب ذلك ابن عطية بأن الإيمان واليقين كل منهما حقيقة لا تتجزأ، فالزيادة إنما هي زيادة من حيث الآيات الواضحة، ولكن جوهر الإيمان لا يتغير بالزيادة والنقصان، وجوهر اليقين يبقى كما هو. وهذه مسألة لا نريد أن نتعرض لها هنا، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ولأهل العلم فيها كلام، والنصوص القرآنية صريحة في أن الإيمان يزداد، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، والأدلة العقلية أيضا على كون الإيمان يزيد أدلة متعددة، فلا ينبغي العدول عن هذه الأدلة إلى غيرها، وللمسألة مجال في بحثها في موضع آخر غير هذا الموضع. وفسر جماعة القلب هنا بالعلم، قالوا بأن المراد بقوله ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن علمي، أي ليسكن علمي بحيث لا يكون اضطراب، فإن القلب الذي هو الآلة المعنية بضخ الدم في جسم الإنسان ذلكم العضو لا يحدث له اضطراب بسبب التردد في تصور بعض الكيفيات حتى يكون هنالك سكون له عندما تتراءى للإنسان الكيفية على حقيقتها. هذا. وقد أني المفسرون ببحث السبب في سؤال إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، وأتوا بأقوال لا دليل على شيء منها من النصوص، فلا آية تدل على ذلك، ولا حديث يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على شيء من ذلك، بل لا أتصور أن رواية موقوفة على أحد من الصحابة تدل على ذلك، وإنما ذلك من اجتهادات المفسرين. والآية لا يتوقف فهمها على ما ذكر من هذه الأسباب، فمن بين هذه الأسباب ما قالوه من أن سؤال إبراهيم لذلك إنما كان بسبب أنه رأى كما ذكرنا جيفة جزء منها في البحر وجزء منها في البر، وتنحط عليها الطيور لتنهش منها، وتنهشها دواب البحر من قبل البحر، وهوام الأرض من قبل البر. فسأل هذه المسألة بعدما أراد أن يطلع على حكمة الله تعالى في ذلك. ومنهم من قال بأن هذا السؤال إنما كان على إثر الحوار الذي حصل بينه وبين النمرود، عندما قال ربي الذي يحيي ويميت، فقال له ذلك اللعين أنا أحيي وأميت،
فلإبراهيم عليه السلام قصد في قوله ربي الذي يحيي ويميت، وذلك الذي حاجه انتقل إلى حمل هذا اللفظ على مجازه لا على حقيقته، بحيث قتل أمر بقتل أحد وأمر بدرء عقوبة الإعدام عن أحد آخر، فصور للناس أن ذلك هو الإحياء وتلك هي الإماتة، وهذا معنى مجازي. فبقي إبراهيم عليه السلام يتردد في نفسه كيف يتم المعنى الحقيقي الذي احتج به وأراد أن يعاين. ومنهم من أضاف إلى ذلك أن النمرود قال لإبراهيم عليه السلام عندما أعاينت كيف يحيي ربك الموتى، فأراد أن يكون الجواب عنده حاضراً عندما يتعرض لمثل هذه المناقشة، فيبين أنه شاهد ذلك رأي العين. ومنهم من قال بأن هذا السؤال لم يكن متعلقاً بشيء من ذلك، وإنما هو يتعلق بأمر الخلة، فإن الله تعالى اصطفاه لأن يكون خليلاً وبشر بهذا الاصطفاء، فعندما بشر أراد أن تكون له آية يزداد بها طمأنينة وتزداد نفسه بها ثقة بأنه مصطفى من الله تبارك وتعالى لخلته، فأراد أن يتبين من خلال هذه المسألة، إذ من شأن الخليل أن يدل على خليله. وقالوا بأن المراد بقول الله تعالى أولم تؤمن بأني قد اخترتك خليلا، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي إلى هذه الخلة. وهذا من التفسيرات البعيدة، فإن الخلة غير مذكورة هنا، على أن الآية ذكرت في معرض المحاجة بين التي حصلت من قبل بين إبراهيم وغيره، فهي من دلائل البعث التي يتقوى بها إبراهيم في مواجهة خصومه الذين ينكرون البعث. ومن عجائب التفسير ما ذكره الماوردي من أن إبراهيم عليه السلام كان سؤاله عن إحياء القلوب الغافلة، أي تذكيرها، كيف يوقظ الله سبحانه وتعالى هذه القلوب الغافلة وينبهها. فالإحياء هنا إنما هو تنبيه هذه القلوب من غفلتها وردها إلى الذكر، فأجاب الحق سبحانه وتعالى بما أجاب به، وهذا أمر بعيد جدا، إذ لا يتصور أن يكون هذا هو المراد من هذا السؤال الذي سأله إبراهيم عليه السلام. ونقتصر الآن على هذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق والصواب، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 260 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.